اسعد لحظتك دي يا حمدي طبعا. امال ايه؟ انت مش شايف السعاده اللي احنا عايشين فيها من يوم حضرتك ما شرفتنا هنا؟ بس بقول لك ايه، خد بالك لا تتعك فيها وتتكعبل وتتزحلق. الحكايه هو غلاوتك ده غرقت لحد ودانك. مش ده حمدي؟ مش ده حمدي اللي في اول جوازنا قلت له انه غلبان وصعبان عليك وعايزه تعملي معاه معروف وتشغلي؟ حمدي لو انت الساده هي عملت كده بس من اصلها. وانا مش بصعب عليها، بس انا كنت بحبها ولسه بحبها. حبي ليها يصعب على الكافر. ما تجريش الوقت يا حمدي، احسن بعدين يجرك وينزل بيك لتحت. انا راجل حر، والمسخره اللي انت عاملاها دي هتخليني اشدك من شعرك واتبعك قدام البيت. ولا تقدر تقرب لها طول ما انا عايش. اوعى خيالك يعيشك انك ممكن تاخد حاجه من تحت ايدي. ما تصلوا على النبي يا اخوانا، الكلام ده ما ينفعش في الهوا كده. انا ست بطاله وانت راجل حر، واستحملت مني ياما. استرجل بقى، طلقني. ما تسمعش كلامها يا استاذ نعيم، واصبر واستهدى بالله. انا سطرت عليك في حاجات كتير وانت عارفها، انما كفايه اهانه لحد كده. عندك حق، اشتري بقى الباقي من كرامتك قدام الناس اللي انت بتحبها وتخاف عليها دي، وارمي عليا من الطلاق. يا اخوانا طلاق ايه؟ ما تستهدوا بالله. ما يشرفنيش ان واحده زيك تشيل اسمي. انت طالب دلوقتي تقدر تاخدها. يمين بالله لولا ان اخويا ميت لا كنت ظهرت. تعمل ايه؟ انت حبستيه وهو ميت. وقريب قوي هنحبس اللي قتله. وهفكرك. هي الحفلة اتعملت وخلصت، ربنا يخليك لنا يا شيخ إيهاب. والله لولا إن إحنا عملنا الحفلة دي ما كنتش عرفت إنك صوتك حلو كده يا أخي. ربنا يخليك يا كريمة، إحنا لازم نعيد القعدة دي لازم. إن شاء الله. بس يا رب بس تبقى المرة الجاية في ظروف أحسن من كده. هتتعدل يا ابني، إن شاء الله هتتعدل. اتفضل يا أستاذ نعيم. يا أهلاً وسهلاً. يا أهلاً، اتفضل. مالك يا نعيم؟ مفيش. مفيش ازاي؟ ده انت وشك مقلوب اهو. هو حصل حاجة؟ مش عارف اقول لك يا عم تحسين، بس خلاص سلطانة ما بقتش على ذمتي. لا حول ولا قوة الا بالله. طب وليه الاستعجال ده بس يا استاذ نعيم؟ مش كل حاجة ينفع فيها التأني والصبر. بعدين دي اسرار بيوت عم تحسين ما ينفعش اتكلم فيها. أنا بس حبيت أبلغكم إنها خلاص ما بقتش على ذمتي، وإن حقها هتوصل لها كاملة. مش كنت فكرت شوية؟ الحمد لله على كل حال. بصراحة يا جماعة والشهادة لله الراجل ده عنده حق. إيه؟ إيه مالكم وتبصوا لي كده ليه؟ أكن قلت حاجة غلط. الراجل دمه حر. ألو أستاذ فوزي، معاك سلطانة أخت سلام جابر المحامي الله يرحمه. لا يا نعيم، ما كانتش توصل للطلاق. بقول لك سامع بودني اللي بتدبره مع حمد عليا. بس لو فضلت مراتك هتعرف تحجمها. سلطانة عمرها ما هتكون مراتي حتى بالورق. هي بس مستنيها فرصة عشان تقرص. اللعب دلوقتي على المكشوف. لما أقف قدام طليقتي
ارحم بكتير لما اقف قدام مراتي. انت فاكرها هتعمل ايه يعني؟ من الناس كلها قلبت ومحدش هيسال. هذا حمدي الزفت، ما صدق. حمدي؟ ده غلبان قوي. طب ما تسيبني كده لحد بكره افكر واقول لك غلبان ولا ناوي على ايه؟ هقول لك. ماشي. مش كده نروح؟ لا لا. انا هبات هنا. ماما فين يا جابر؟ هخش عند هالة. انت كنت فين يا بنت؟ والله لسه راجعه من السفر، كنت في شغل، حطيت الشنط وجيت للجري. صاحبتك فين؟ والله اقسم بربي ما اعرف عنها حاجه من ساعه ما مشيت. عليا يا سكينه؟ وايمانات المسلمين ما اعرف عنها حاجه، ده انا من يوم ما مشيت وانا هتجنن. هبل انا بقى عشان اصدق. وهخبي عليكي ليه؟ انا ايه مصلحتي في كده؟ اخر مره اتكلمنا باين كان قبل ما تمشي بيوم، وما جابتليش سيره اي حاجه كده خالص. كملي. ما اكدبش عليكي يا ابله، ضيقت حالتها وحشه قوي في الفتره اللي كنت فيها في السجن يعني، وبدل ما الناس ما تخفف عنها شيلوها فوق طاقتها يعني، لا مؤاخذه يعني يا حبيبتي، تلسين وودوده وقله ذوق، لغايه بقى ما جه موضوع عم سلام. شغل ايه اللي انت بتسافريه؟ كنت في السخنه والله. ومن امتى بتروحي السخنه؟ والله يا ابله كان شغل، كنت بصور فيديو كليب هناك. لو مش مصدقاني فرجك الصور على المنبر. لا 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 لا، انا مصدقاكي عشان انا عارفه ان انتي مش ممكن تكذبي على واحده عينيها ما بتغفلش عن بنتها. اتكل على الله. مش اللاب بتاعك لحد ما اعمل كوبايه النسكافيه. مش عيب لما شحت زيك يبقى لسه بيخاف من الكهرباء؟ والله عيب. لا على فكره ما بخافش واحطها. طب اتفضل حط. حاسس. هنهزر وهنستعبط، صح؟ تعالي حطيها. انا طب ما بتخافش بقى. مش عارف جواز ايه اللي عايزين اتجوزه لي، ومن اولها انا اللي بعمل كل حاجه. ليه؟ هو انت فاكر ان انا هتعب نفسي واعمل اي حاجه؟ لا طبعا، هتفضل انت برضو اللي بتعمل كل حاجه. لا على فكره هتعملي كل حاجه وهتقومي تعملي الاكل دلوقتي. انا مش هعمل حاجه. على فكره البواب ده ما طلعش ظريف زي ما انت كنت بتقول خالص على فكره. لا انسي الكلام ده خالص، احنا هنا في مكان محترم يعني، لا حد يسال على حد ولا حد يسال في حد. ما نشوف. يلا قومي اعملي الاكل عشان انا جعان. لا مش هعمل حاجه، وبطل تبقى رخم بقى. لا الكلام ده عند مامتك هناك، هنا مفيش الكلام ده. خلاص بهزر ما تقفشيش. على فكره خرجت. وانت عرفت ازاي؟ عرفت وخلاص. طيب بعد كده لما تعرف حاجه خليها لنفسك، لان انا مش عايزه اعرف اي حاجه تانية عن الحاره دي. ماشي؟ خلاص يا ستي انا غلطان ومش هقول لك حاجه تاني. ها؟ ماشي احسن برضه. سيبي بقى البتاع ده، قومي اعملي لي اكل. مش هعمل حاجه، قلت انا ما تكشمليش. طيب. زعلان. لو ما اتكررتش اللي بتعمله تاني. معلش غصب عني. ده انت اللحظه اللي ما بتبصيش عليا فيها بحس ان انا في مولد البيومي بتوه. رحمه امك ما تسيبنيش. يعني ايه اسيبك؟ يعني كل اللي احنا عملناه ده لحظة شيطان غلطة لازم تفوقي وتوبي وتقولي لي بقى ما تلاقيش وما فيش. لا ده انت كده عايز نزعل بجد؟ فهمي بقى، بس انا ما اقصدش
بالراحة. طب قولي لي انت عايزة ايه؟ وانا مش علي. انا قلت لك اللي بيحصل هنا ده حلم، وعادي جدا ممكن ما تحلموش تاني، فاهم ولا لأ؟ طبعا. واي حلم؟ انت شايف اللي بيحصل مع اخويا نعيم ده قليل؟ لا طبعا. ماشي ولا يهمك، اعتبر ان في بيننا بلدج في العلاقه.